قبل ما تشاهد الفيديو المرجو الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس. متابعي زناشا نيوز، مرحبا بكم معنا. حنا اليوم كنتواجدوا في منزل سيده من سيدات اللي قدروا يفرضوا راسهم الروتين اليومي، مع العلم اننا ولينا كنشوفوا بزاف ديال القنوات اللي كتكلم على الروتينات اليوميه. اجوا معايا تعرفوا على السيده اللي حنا كنتواجدوا عندها اليوم. كيف كتعرفوا كلشي كيعرف السيده اللي معروفه بقناه مطبخ ام وصال. حنا اليوم كنتواجدوا عند السيده حنان اللي غادي نتعرفوا عليها عن قرب. مرحبا بكم واجوا معايا تشوفوا وتعرفوا شكون هي حنان. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنبغي نرحب بقناه زناتا نيوز، كنقول لكم مرحبا بكم عندي وان شاء الله الرحمن الرحيم نتمنى نكون نتوفق باش نجاوبكم على اسئله كاملين، ومن هنيت يتعرفوا عليا المتتبعين ديالكم ومرحبا بكم. شكرا. وحنا بالدور ديالنا جد فرحانين اللي كانت واجدوا عن سيدة اللي قدرت تفرض راسها من بين القنوات اللي ولاو بزاف متداولين في اليوتيوب بالروتين اليومي. مرحبا. وعلى فكرة غادي نقول لك انا ماشي من صحابة الروتينات، انا عاد وليت من صحابة الروتينات. انا الاول ديال القناه ديالي ما كانش روتينات، حقاش دابا تصنفت من صحاب الروتينات، حقاش بالفعل دابا كاع المتتبعين ديالي الاواخر ولاو عرفوني بالروتينات. هادشي غادي نجيو ليه من بعد. واخا نبغيو نعرفوا كيفاش جات هاد الفكره ديال ان حنان دير قناه في اليوتيوب. كيفاش جاتني ندير قناه في اليوتيوب؟ انا كنت كنتصنت للراديو بزاف، كنت كنشارك بوصفات هكا بزاف، كنسمع الناس تيدوا على اليوتيوب راه كيعطيو لي غوسيت وتيقولوا لهم الا بغيتوا تتفرجوا فيها صوره وصوت زوروا قناه فلانه فلانه. انا جاني داك الفضول انني ندخل نشوف هذا اليوتيوب كي داير. بالفعل ما كانش عندي فكره على اليوتيوب نهائيا، كنت كنعرف غير التليفون صافي. خدمت البيسي وروشيرشيت على درت انستاليت عندي هذا على اليوتيوب وهذا. منين بديت تنتفرج كنت معجب من ضمن المعجبين بدوك الفيديوهات اللي تيتحطوا في اليوتيوب وهذا. انا كان الاختصاص ديالي كندير الحلويات للناس، كندير البساطه، كان يعني كل ما هو مالح وحلو تنطيب لي كوموند للناس. هذاك الشيء فاش كنت انا خدامه، يعني منين انا بكثرة ما تنتبع هاد القنوات جاتني الفكره ديال نفتح قناه. صافي بدي فتحت قناه. كيفاش كانت البداية ديالك؟ البداية ديالي اش غنقول لك، البداية كانت صعيبة وبزاف لدرجة انا زعما كندوي معكم من عن صدق والله ربي فوق مني. نهار بديت اليوتيوب ما عارفاش واش فيه المدخول. انا بديته
غير باش نبارطاجي داكشي اللي عندي وداكشي اللي تنعرف، اعتمدت على كل ما هو سهل اقتصادي. تشهيتي بسطيله غادي نعطيك انا بسطيله سهله واقتصاديه، تشهيتي حلوه انا غادي نعطيك حلوه سهله واقتصاديه، يعني كل ما يعرف بلي غوسيط اللي هما بسط. داكشي باش علاش كنت معتمده. خدمت واحد العام ونص وانا تنعطي غير الوصفات، يعني الوصفات يوميا، الوصفات الوصفات هكا كل ما يهم المراه في المطبخ. كانت لاقيه نجاح انك تعطي الوصفات؟ بزاف بزاف، لدرجه كنت راضيه على المشاهده وراضيه على الوصفات اللي تنحطو تيطلعوا بديك هادشي. ماشي بالطبع من النهار اللي حليت هادشي، من بعد واحد 7 شهور ولا 8 شهور باش حليت القناه في اليوتيوب. اما في الاول ضروري ما تيكون، ضروري ما تلقى صعوبات، ضروري ما تلقايش ناس، ما كاينش اللي كيعاونك اللي كيبارطاجي القناه ديالك، ما كاينش اللي كينصح بالناس القناه ديالك. يعني انا من داك النوع اللي ما كنتش كنعرف حتى ندخل عند شي قناه ونحط تعليق ونقولها دعمي قناتي. ما عمري هاد القضيه لحد دي الان عمري ما حطيت شي تعليق وقلت دوزوا لقناتي ولا زوروا قناتي راني حاطه فيها وحاطه فيها. لا صافي كنت خدامه وصافي، فيديو تيطلع وفيديو ما تيطلعش فيديو. ولكن وصلت واحد الوقيته اللي الفيديوهات ديالي طلعهم اليوتيوب مع من ضمن الفيديوهات ديال الطبخ والحلويات اللي طالعين، وبدات الحمد لله والشكر لله هذا. يعني هكا باش بديت في اليوتيوب الحمد لله. اشنو السبب اللي خلى حنان انها تبعد على الوصفات السريعه وتمشي الروتين اليومي؟ مزيان اللي سولتيني هذا السؤال. انا شنو السبب اللي خلاني هربت من الوصفات؟ بحال هكا هربت من الوصفات ومشيت للحقاش. علاش كتسميه هروب؟ حقاش بالفعل هروب. انا النهار الاول دخلت عندي حب الطبخ والحلويات، كل ما يعرف بالطبخ. كنت بعيده كل البعد على الروتينات، ما كنتش عارفه حتى الروتينات، ما كنتش عندي فكره باش نسجل الروتينات. مي جا واحد الوقت اللي جات واحد الموجه من بعد. انا كنت من ضمن القنوات الاولين، يعني انا اللي كنهضر معاك حالا في 2015 القناه ديالي، في يعني راه 3 سنين دابا باش فتحت القناه. يعني كنت من ضمن القنوات اللي معروفين بالوصفات. جات واحد الموجه دابا شي عام ونص، جات واحد الموجه ديال الروتينات، الناس خلاو الوصفات وليتي تتحطي الفيديو تيبقى تم، ما كيشوفوا لك حتى شي واحد. صافي منين ما بقاتش مابقاوش تيشافوا ليا الفيديوهات، حاولت نغير المحتوى ديال القناه. بما ان عندي الحق نغير المحتوى ديال القناه ديالي، حاولت نغير المحتوى ديال القناه ديالي. مشيت قلت بديت معاهم غير بالروتينات ديال الطبخ. نيت مثلا بديت معاهم روتيني كيفاش نطيب غدايا، شحال هذيك كنعطيهم مثلا غير هاد الطبله هذه كامله، تنعطيهم كيفاش وجدت هاد الطخت مثلا او هاد العصير مثلا. او منين بديت تنتحول من الوصفات للروتينات، بديت معاهم بالروتيني لتحضير وجبه غداء. يعني اجي وتشاهدوا معايا كيفاش نطيب غدايا، من العجينه للشلايض للنصيب للغسل مع نغسلهم لهذا حتى كنسالي. بديت بحال هكا شويه، بداو عاوتاني المتتبعات تيطلبوا مني حنان خرجي لنا شويه على الكوزينه، حنان خرجي لنا شويه على خرجي لنا شويه. بغينا تجيك الفكره ديال الروتين اليومي. جاتني الفكره ديال الروتين اليومي، وخا الروتين اليومي حاليا ما تيشرفش، مي تيشرفني انا الروتين اليومي بالطريقه باش خدامه. انتي قناه من بين القنوات اللي ولاو كيديروا الروتينات اليوميه، اشنو ممكن تقولي لهاد القنوات اللي ولينا كنشوفوا بزاف كلشي كيهضر على الروتين اليومي؟ اييه بالعكس، انا كندير الروتينات اليوميه، ولكن حتى انا تيعجبوني نتفرج في الروتينات اليوميه، ولكن ماشي اي روتين. الروتين المراه المغربيه الشعبيه البسيطه، المراه اللي تتنقل لك بانها تتفطر بالكويز ديال اتاي وزويته العود وخبيز ديال الدار، وكتطيب غدي وعلى قد الحال، تطيب عشي وعلى قد الحال، ها كيفاش تربي وليداتها. باش تنخرج انا ملي تنتفرج في داك الفيديو تنخرج بواحد الاستفاده، ماشي عكس القنوات اللي تيبينوا لك بانني انا تنفطر واحد الفطور اللي مقيوم عليا بواحد 300 درهم او 200 درهم، وانا ربما اللي تنتفرج فيها ما عايشاش هذاك الشيء. يعني كاينين بعض القنوات تيعطيو روتينات ماشي روتينات الحقيقيه ديالهم، غير باش يبانوا لهم شي حاجه في اليوتيوب، تينقلوا واحد الحاجه اللي ماشي حقيقه. وبالنسبه لدوك اللي كنشوفوهم انهم دايرين الروتين اليومي كيجفوا كيسيقوا بشي ملابس
مخلة للحياة. صراحة الله نقول الله يهديهم. احنا هذا اليوتيوب خدمة، كيف ما انسان قرا وتخرج وخرج لواحد الادارة خدم، وهذا هذا يوتيوب خدمة حن علينا الله به، خصنا نخدمه فيه، ولكن نحسبه براسنا بحلة رحنا خدامين في ادارة. يعني ديما تبغي تعطي واحد تكون عندك واحد النظرة زوينة على الناس عليك، تكون عندك واحد السمعة زوينة، كذلك ومثل في اليوتيوب. وربما اليوتيوب صبح اكثر من اداره، اليوتيوب صبح بحال واحد الدار اللي كاع شراج مهم محلولين، يعني اللي دايز من هنا يطلع لك واللي دايز من هنا يطلع لك. نتمنى القنوات يبقاو في الروتينات، ماشي ما مبقاوش غير هي، نحاولوا نعطيو واحد واحد شي حاجه اللي تكون زوينه، نبعدوا على الملابس تخدش الحياه، وعلى حقاش راه كاينه امي، كاينه خالتي، كاينه بنت خالتي، كاين ولد عمتي، كاين خالي، كاين كلشي، حتى العائله تتفرج فيك. يعني حشومه غيجي عندك خوك ما تقديش تدوري حداه ببيلسماطي، ولكن الا سجلتي وحطيتي في اليوتيوب بيلسماطي راه ما شافكش اخوك، راه شافك خوك وصاحبه وراجل اختك وباك وكل شيء شافك. يعني تنتمنى يكون تقنين شيئا ما في هذه القنوات اللي كيدخلوا يعرضوا المفاتين ديالهم من اجل الربح المادي من اليوتيوب. بالعكس هو اليوتيوب فيه الخدمه، خصنا نعرفوا كيفاش نخدموا فيه، ماشي من اجل باش نطلع للطوندونس ندير شي حركه ماشي حتى لي، وندير الحركه غتفوت والفوت غيفوت الفلوس غيفوتوا، كي سمعتي وسمعت الزوج ديالي وسمعت عائلتي وسمعت وليداتي غتكون مشات بحالها. شنو كيبان لك السبب اللي خلى الناس كاملين يتعطاو لهاد القنوات ديال الروتين اليومي، اللي خلاهم يلبسوا هكا ويديروا هاد الحركات هكا اللي خلقات ضجه في هاد الوقت بالضبط؟ نجاوبك، ولكن تنتمنى القنوات ما يتقلقوش عليا، انا تندوي بصدق، تنتمنى القنوات ما يتقلقوش عليا، حتى انا تندير التصاور، حتى انا تندير التصويره دايره هكا او تنشطب او دايره هكا او دايره هكا، ولكن ما تنديرش تصاور اللي اللي غيسيئوا السمعه ديالي، تندير تصاور اللي عاديه، اللي التصويره اللي غنقدر انا نحوج باش تنفيلمي في داري بهم باش نخرج لبرا. يعني لا صورت لك دايره هكا راه هكاك باش تنخرج لبرا، راه هكاك باش تنشر في الزنقه، لا صورت لك بينوار هنايا راه بحال ما، يعني ماشي الحوايج اللي تنصور بهم في الدار، انا ما نقدرش نخرج بهم من الدار، حقاش التصوير راك تتصوري بحال في الزنقه، راه غير انت اللي كيبان لك راك تتصوري في دارك، اما الناس اللي تيتفرجوا فيك راه تيتفرج فيك دري صغير كبير مراه راجل عائله، يعني حتى المراه ما تتفرجش فيك بوحدها، تتفرج فيك وهي متكيه حدا الزوج ديالها. يعني كنتمنى يكون، انا ما تيشرفنيش، انا ما نكذبش عليك بحكم انني انا من صحابه القنوات الروتينات اليوميه، ما عجبنيش هذا الشيء اللي داير ضجه، ما عجبنيش نهائيا، وخا ما تنتصنفش معاهم، نرجعوا القناه ديالي بعيده كل البعد على هذا الشيء، ولكن ما يشرفنيش، يشرفني دو على القنوات المغربيه بشي حاجه زوينه تتشرف وتتعطي تتعطي واحد تكون تتعطي واحد النغزه للمغاربه. يعني احنا من اجل شنو، علاش درنا روتين درناه من اجل تحفيز، من اجل تفرجي فيا انت معكازه ما قداش نوضي تشقاي، انا كنحاول من داك الروتين نعطيك طاقه ايجابيه باش تشوفيني انا تنعجن وتنوضي تعجني، تشوفيني انا كيف ما انا انسبيرا من واحد الروتين تفرجت فيه، تنحاول حتى انت نقل لك هذيك الطاقه الايجابيه، ماشي جينا باش نعرضوا المفاتين ديالنا او باش نبانوا ما بغيتش ندوي اكثر، لحقاش غادي يجيني هجوم ولا هجوم نصنفوها، واش حنان عمرها تعرضت لشي هجوم؟ غنكون كذابه الا قلت لك عمرني ما تعرضت لهجوم، ماشي غير انا، كاع القنوات، حقاش اللي تيعلق عندي انا اللي واخد واحد المبدا انه يدخل اليوتيوب ويعلق على فيديو سوا خايب سوا زوين يعلق يعير، كيعيرنيش غير انا، كيعير كاع القنوات. وكاين بعض المرات كاين شي حاجه في داك الفيديو تنكونوا خاطئين فيها، حنا اللي تجيبوا المعيار لراسنا، مني تنكون انا دايره شي حاجه في الفيديو اللي هي اللي جابت لي المعيار ما تنكون متقبله المعيار، ولكن مني كنكون دايره ما دايراش انا دايره فيديو فيه واحد الافاده غتخرجي به بواحد الافاده وغادي تخلي لي واحد اللايك وتكتبي لي واحد التعليق شكرا لك اختي استفدت من هذا الفيديو، هذا تيبقى فيا الحال، مني تتجي عكس، تتجي وحده وتتكتب لي سيري الفاعله وسيري التاركه سيري الله يعطيك القرض، ولا بحال انا مثلا مقطع لي صبعاني تتجي وحده وتتقول تكتب لي في التعليق سيري مقطوع الصبعان،
بحال هذا التعليق هذا تيضرني، لانني انا ما درت حتى شي حاجه، انا درت غير خير. انا جيت عطيتك وقتي وعطيتك داري وعطيتك وريتك فريشي وريتك كل شيء باش نقول لك واحد الطاقه او واحد النصيحه من داك الفيديو. واش هذا الشيء كيأثر على حنان؟ نكذب عليك اللي قلت لكم كيأثر، شيء أثر، وانا من الناس اللي كيتاثروا بزاف في اليوتيوب من التعاليق السلبيه. مي دابا تكونت عندي مناعه ضد التعاليق السلبيه الحمد لله. علاش تكونت عندي المناعه؟ تنبغي هذا الفيديو هذا اللي شافوه المتتبعه ديالي تنبغي نشكرهم. شحال هذه كانوا التعاليق السلبيه بزاف، دابا مني ولات يوصل لك واحد 1000 او 2000 او 400 تعليق او كل شيء فيه الناس كيشكروك وتيدعيو معاك، تتجي ما بينهم واحد تعليق او جوج على الاكثر. دابا تيجيني في الفيديوهات يعني قدر يجيني 1000 تعليق زوين، واحد التعليق او جوج كيجيو خايبين. هذاك التعليق كثرت ما تيجوني التعاليق زوينه، ما بقيتش التفت في التعاليق الخايبه. وحتى هذا واحد عطيته للمتتبعات ديالي حقاش هما تيتقلقوا مني ندير انا عقلي في شي وحده علقت خايب، تيقولوا لي علاش واش ما شتيناش حنا اللي علقنا لك زوين؟ تجاوبي معنا حنا اللي علقنا لك زوين، هذوك خليهم ديريهم في ما نجاوبش معاهم. وهذا الشيء اللي غدا عليه دابا الحمد لله والشكر. نبغوا نعرفوا واش عمر حنان فكرات انها تبعد على هذه الروتينات اليوميه وهذه الوصفات وهذا الشيء. هذا السؤال اللي سولتيه ليا مهم بالنسبه لي انا، حقاش هذه الفكره تتراودني يوميا يوميا، تنفكر انني نتوقف على اليوتيوب، ولكن نظرا للتمارة اللي ضربت من اجل هذه القناه هذه، ونظرا حقاش تسمعي قناه عندها 200 الف متتبع، ماشي سهل باش جمعت هاد 200 الف متتبع، وماشي سهل باش حصلت على هاد الشهره البسيطه. تنحسب انا غير شهره بسيطه لحقاش انا باقا ما بالنسبه لي انا من التواضع ديالي شهره بسيطه، يعني باش نوصل لهاد الشهره البسيطه ماشي بسهل باش وصلت ليها. يعني يا ما بكيت ويا ما مرضت ويا ما جدبت ويا ما تهرسوا لي تليفونات ويا ما مشاو لي فيديوهات ويا ما تعرضت للسب في الزنقه وانا تنصور تنفلوغي وانا هذا وانا هذا. يعني بغيت نحاول الدرجه اللي طلعتها من الدرجه اللي تلف اللي فتها ما تلفتش فيها. صافي كتجيني هذه الفكره ديال بعض المرات تنتعصب تنقول كون عايشه شي واحد سرق لي هذه القناه هناني منها، ولكن ملي تنبرد تنقول لا حنان ما تنهزميش بسهوله. لا صافي انا دابا وليت تنشوف القدام، سيرتو انا هذا اليوتيوب هذا فيه ربح مادي، واخا انا النهار الاول ما بديتش على اساس الربح مادي. كيفاش حنان قدرات تفرض راسها من بين هاد القنوات كاملين اللي كنشوفوا دابا؟ كاين بزاف ديال القنوات، القناه ديالك تبارك الله معروفه على الصعيد الوطني، كيفاش انك قدرتي تفرضي راسك وبالاخص في هاد المنطقه بالضبط اللي شبه معزوله وكان تعرفات غير في الحوايج الخايبه؟ علاش بزاف ديال الناس ما كيعرفوش شكون هي حنان في المنطقه ديالها؟ وكيفاش فرضتي الوجود ديالك؟ هادشي اللي بغينا نعرفه، والمشاهدين حتى هما باغيين يعرفوه، كيفاش فرضتي الوجود ديالك في منطقه بحال هادي؟ الشرف كبير ليا انني نكون معروفه بنت 17 عين حروده يوتيوبرز، اللي هي شويه نقدر نقول ماشي كبيره مي راح دير الفيدي. قدرت نثبت راسي بحال اي واحد قدر يثبت راسه في واحد المنطقه اللي هي شبه معزوله. حنا ماشي معزولين غير بحال قلتوا التواصل ديال الصحافه وهذا ما عندهمش ارتباط مع المؤسسات ديالنا. يعني عندنا ما شاء الله عندنا مهارات اللي هي زوينه، عندنا اطباء هنا تخرجوا من مدارس ديال 17، عندنا القيود اللي تخرجوا من هنا، عندنا رؤساء، عندنا يعني كاين 17 ماشي نقولوا مهمشه، لا غير في الفم. اما هي الا دخلتي ليها وبحثتي فيها مواهب اللي قدرت تمثل 17 في ميادين اخرى، وفي هذا غير في 17 اللي ما معروفينش المواهب اللي خرجوا من 17. حنان الا قلنا لك اسماء بيوتي شنو تقولي لينا؟ اسماء بيوتي غادي نقول لها انا بعدا شابو من عندي، لحقاش من ضمن القنوات اللي تيعجبوني ومن ضمن القنوات انا ماشي متتبعه وفيه ليها، مره ملي كتكون شي درجه في اليوتيوب تنتفرج فيها
وتتعجبني صراحه الله تتعجبني حقاش من القنوات اللي قدروا يديروا شي حاجه من اليوتيوب وكتعجبني بالصراحه ديالها، عكس قنوات اللي تيربحوا مبالغ ماديه مهمه وتيقولوا ما استفدنا والو من اليوتيوب. هي كتقول لهم اليوتيوب قدر يغير حياتي وقدر بفضل اليوتيوب درت هذه وبفضل اليوتيوب درت هذه. يعني كنشوفوا ان اسماء بيوتي كتقول للناس بانها قدرات من اليوتيوب دير فيلا دير بزاف ديال الحوايج، واش ممكن ان هادشي يكون بصح؟ ما كذباتش، ممكن يكون اليوتيوب ممكن يحقق لك بزاف تاع الحوايج في هذه الحياه، ولكن ماشي اي قناه. بالنسبه لها هي ما شاء الله عليها، قل اعوذ بربي الفلق، هي قناه اللي كتضرب مشاهده ما شاء الله عليها، انا ماشي دريتها، كتضرب مشاهده يعني من لكن اي واحد عنده نفس المشاهده ديالها يقدر يدير مشروع، ومشروع مهم في هذا. احنا يعني كنشوفوا احنا غير قنوات عندنا واحد المشاهده اللي هي محدوده، والحمد لله والشكر لله راضيين عليها وقدرات تحقق لنا شي حوايج في هذه الحياه. وحنان شنو قدرات دير من اليوتيوب؟ وما نقولش لك ما ربحتش من اليوتيوب، تربح من اليوتيوب سختو هذا العام هذا الحمد لله والشكر لله، عندي واحد المبلغ اللي هو راضيه عليه 1,000,000%، ما خا شهر طالع الشهر نازل فرحانه به، وقدر انه يزيدني يزيد لحياتي واحد الرصيد المبلغ اللي هو تيكون ما كانش عندي ولا عندي. واخا انا غادي نقول لك كان ديجا عندي مدخول، يعني انا غنرجع لك السؤال الاول في القناه، انا كنت كندير هادشي ديالي صابلي وكنطيب فيه، يعني كان عندي مدخول، غير هو كان على حسب لي كوموند اللي كنشد، يعني شهر خدامه شهر ما خدامهش، عكس اليوتيوب. دابا اليوتيوب الا تشمرتي وحطيتي فيديو يوميا تتكوني عندك واحد المدخول شهريا. اكبر مبلغ شدات حنان؟ اكبر مبلغ شديت من اليوتيوب هو 1,500,000. وشنو هو اصغر مبلغ شدات حنان؟ اصغر مبلغ شديته اللي اكثر من مره واكثر من جوج واكثر من ثلاثه هو 800، ما بين 800 درهم و 1,500 درهم. هذا المبلغ هذا تيكون بزاف من الوقت اللي كتكون طايحه المشاهده، يعني تقدري كيوصل للشهر 700 درهم 800 درهم، تقدر تخرج لك تقدر ما تخرج لك، يعني ماشي نسمعوا 1,500,000 راه تنشدها كل شهر، لا هاد 1,500,000 نقدر نقول لك شديتها في تاريخ اليوتيوب اللي انا دخلت ليه، شديتها ولكن ما شديتها الشهر من ورا شهر، وما كنشدها شهريا، يعني جاتني في واحد الشهر اللي هو ديال رمضان كنت طالعه المشاهده شديت فيه هاد الرقم هذا، اما الايام العاديه المبلغ كيبقى عندي طايح، ماشي في هذا وماشي طايح كاع الحمد لله. واش حنان راضيه على القناه ديالها ومبلغ الدخل اللي عندها؟ اكيد راضيه عليه، مادام انه الحمد لله خدامه وانا مع وليداتي وخدامه وانا كنربي وليداتي وخدامه وانا داكشي اللي تنصور تناكلو انا ووليداتي، يعني انا غير تنقل الفكر للمتتبعين راضيه وبزاف على المبلغ اللي تيدخلني شهريا. شنو تبدل في حنان من بعد الشهره واليوتيوب؟ شنو اللي بدل فيك؟ شنو بدل في الشهرة؟ شنو بدلات فيا؟ نقدر نقول لك بدلات فيا بزاف، هو انني قبل ما ندير اليوتيوب كنت ممكن كيف ما انا نخرج، يعني لابسه جلابه عادي نخرج، لابسه فولار عادي نخرج، اليوم حسمت عليك الشهرة انك ما تخرجيش تشوفي في المرايا. واش هادشي كيضايق حنان؟ لا بالعكس ما تضايقنيش، اللي تضايقني هو مني كتكون شي وحده متتبعه ديالك ومني تتشوفك تتنغز عليك الخروط تقول لها وما بحال لما تدير راسها ما تتعرفكش وهذا، وانت راك عرفتيها من خلال الحركات ديالها عرفتيها متتبعه ديالك، هاد الشيء هو اللي تضايقني، ولدرجه وليت انا من الناس المدمنين على البال ومدمنه على التبقشيشه ديال البال، مني كنكون هكا في البال وداك كيبقاو وحده كتقول وحده هي اللي عندها قناه، بحال هذيك اللي عندها قناه من حقهاش تمشي الحمام عادي، ومن حقهاش تمشي البال، ومن حقهاش تمشي تشري الخضره من الكروسه، وخاصها تمشي لاكبر افخم مارشي، وخاصها تمشي للحمام ما عرفت كي داير. ولا بالعكس حنا واخا كندير اليوتيوب حنا كنبقاو في حياتنا الطبيعيه، انا بعدا من الناس اللي اليوتيوب ما غيرش حياتي، يعني بقت حياتي هكا، ربما الناس تيشوفوا حياتي تغيرت حقاش ما كانوش يعرفوني عن قرب،
اليوم مني ولاو تيشوفوني في اليوتيوب ربما تيصحاب لهم اليوتيوب هو اللي غيرني وليت هكا. انا تنلبس قبل من اليوتيوب، تناكل قبل من اليوتيوب، عندي فلوسي قبل من اليوتيوب، تنعيش هكا قبل من اليوتيوب. غير اليوتيوب ربما الناس اللي ما تيعرفوكش مني شافوك في اليوتيوب، من بعد ما شافوكش ربما كاين الناس اللي ما شافوكش مني كنتي عندك 18 عام ملي تزوجتي، اليوم عاد شافوك في اليوتيوب. هادشي تنهضر على المنطقه اللي ساكنه فيها. كيصحاب لهم ما عرفتش كي كنتي قبل اليوتيوب، ودابا اليوم درتي اليوتيوب هاكي وليتي. ولكن هي بالعكس، انا المستوى ديال العيش ديالي الحمد لله كان مزيان قبل ما ندير القناه. شنو ممكن تقولي لهاد الناس اللي كيشوفوك بهاد النظره هكا؟ غنبغي نقول لهم خصكم غير تبحثوا، تحاولوا تسولوا على حنان، تعرفوا حنان شخصيا بعيده على اليوتيوب. انا حتى واحد النقطه بغيت نشير ليها، تيقولوا بانني انا بعكاكه، انا بعيده كل بعد على التبعكيك. سيختو نهار بديت هاد القناه هادي بديتها طيبه في خد تنبارطاجيه معاهم، محمره دجاجه تنبارطاجيها معاهم، فتره ما عرفت باش تنبارطاجيه معاهم، فتره بخبيز وزيت العود تنبارطاجيه معاهم. يعني تنبارطاجي معاهم حياتي العاديه كيفاش دايره، ماشي تنخلي كنسجل فيديو غير ملي تنكون مغديه في ريستوره اللي هي هاي، وملي كنكون مغديه شي غدا هاي، لا تنهار اللي كنكون طيبه العدس تنبارطاجيه معاهم. هذا دليل على البساطه والشعبيه ديالي، ماشي هذا. والحمد لله انا من الناس اللي ما قدرتش نخلي اليوتيوب ياثر فيا ويغير حياتي. شحال نهار غيمشي اليوتيوب، اشنو غنديرو؟ لا ما خصنا نبقاو في الوجه الحقيقي. حنان كنشوفوا فيديوهات اللي كتخدش بالحياء وما منها حتى شي فائده وما منها حتى شي منفعه، كنشوفوا نسبه المشاهده واللايكات طالعه. اما شي فيديو اللي منه المنفعه ومنه الافاده كنشوفوا ان المشاهده ديالو قليله بزاف هابطه، وإلا جينا نشوفو كنلقاو نسبة المشاهدة بعيدة كل البعد على الإعجاب. أشنو كيبان لك السبب في هادشي؟ رأيي أنا في هاد الناس اللي تيتفرجوا اللي كيعطيو اهتمام للفيديوهات التافهة أو القنوات التافهة اللي كتكون بعيدة كل البعد على الترفيه وعلى النصائح وعلى الإفادة، ورغم ذلك تتلقيهم دير ليهم تقدر توصل لعدد اللايكات لعدد المشاهدات، عكس الفيديوهات او قناه بحال القناه ديالكم اللي تتنقل الخبر في اسرع وقت ممكن، تتنقل يعني بصعوبات باش ما كيشوفوش هما الصعوبات بنادم باش يسجل، تيشوفوا غير الفيديو تيجي حتى لعندهم. يعني انسان يقدر داك الانسان اللي تيحط لك فيديو، راه واخد من وقته واخد من نعاسه واخد من فياقه واخد من ماكلته واخد من كل شيء باش تينزل لك واحد الفيديو تيمونطيه وتيحطو لك في احسن صوره باش تفرج لي. على الاقل لايك ما غاديش تخلص عليها حتى حاجه، وانت كتفرج في الفيديو دير لايك، ما غاديش تخسر حتى شي حاجه. لايك ما غادي نتخلص عليها، ما غادي يطلعني للطوندونس، ما حتى شي حاجه. داك لايك تيبقى اعجاب شخصي ليا انا، يعني انت بحال كتشجعني على في هاد الفيديوهات. انا معاك بصح، الا شفتي عندي شي حاجه تتخدش الحياة او شي حاجه تتمس بالسمعه ديالي انا كمغربيه ولا انت كمغربي، عندك الحق دير ليا ديزلايك. ولكن الا كنت انا داك الفيديو تفرجتي فيه من راس للراس وخرجتي به بواحد الافاده ولو تكون بسيطه، ما عندك ما خسرتي الا درتي ليا لايك. يعني كيأثر في حنان؟ ما تيأثرش فيا، وعي كيبقى فيا الحل علاش الناس ما تيديروش لايك. يعني هاي المشاهده اللي تتخلصي عليها تيشوفوك، يعني هما ما على بالهمش راه المشاهده ديال الفيديو هي اللي تتخلصي عليها، تيشوفوك. ولايك اللي ما غاديش تخلصي عليه ما تيديروهاش لك، بالعكس راه لايك تيبقى مكافأة كادو منك ليا. بحال قلتي انت بغيتي تعنقيني بغيتي تبوسيني بغيتي تشكريني، حنا تنجيبو لك داك لايك حتى لعندك، كنقول لك ديري ليا غير لايك راك تتبقاي درتي ليا انا اعجاب. هذا هو هذا. ولكن عاوتاني هنا تنقربوا كنعرفوا بان ماشي عقول مختلفه اللي تتفرج فينا، ماشي كتفرج فيك خالتك او بنت خالتك او اختك او مرا بحالك او مرا محترمه بحال. يعني كاين عقول مختلفه اللي تتفرج فيك، كاين بنادم ناضج، كاين بنادم ما ناضش، كاين بنادم معقل، كاين بعقله، كاين بنادم مريض، كاين بنادم مريض نفسي حقاش هذا اليوتيوب هذا. كاينين فيه حتى من خلال التعاليق اللي تنقرا عرفت بان عندنا ناس مرضين بزاف. يعني وحده تتشوفك غير لابسه وزوينه ومبتسمه تتقول لك انت ضحكه وانا ما ضحكاش هذه وهذه. يعني هذا الشيء خلاك تعرفي بان كاينين الناس مرضين بزاف. والناس بالعكس، انا كنتفرج في قناه مغربيه خاصني ندير لها لايك ونبارطاجي القناه ديالها، لحقاش هذه القناه راه تتمثلني انا مغربيه، بكوني انا مغربيه نتفرج في قناه مغربيه نعاونها ونزيد بها، نبارطاجيها في الفيسبوك، نبارطاجي ونعرف سيرتو لا كانت قناه بحال زناتا نيوز، زعما
ما شاء الله تستاهل تكون من القنوات اللي تيطلعوا للطوندونس، ولا زعما ماشي مجامله، تستاهل تكون من القنوات اللي تيطلعوا للطوندونس. نتمنوا نشوفوها ان شاء الله في القمه اللي ما لا. وكنقول لكم لكاع الناس اللي تيتفرجوا في هذه القناه يديروا ايد في ايد، ما فيها باس، تفرج في الفيديو تيطلعوا لك، بارطاجي الفوق، بارطاجي الفيديو، ما غادي تخسر عليه حتى شي حاجه، غتعاون هاد الناس هادو اللي كيتنقلوا كيضربوا تماره، كيمشيو في الغيس، في الشتا، في البرد، في الشمس، في كل شيء، وتينقلوا لك الصوره وتيجيبوها لك حتى لعندك. ما غادي تخسر اليوم، الا جاهم ماشي رزق ربي اللي تيكتبوا لهم، ولكن لايك بامكانك ديرها لهم، وبامكانك تبارطاجي، وبامكانك تفرج في الفيديو من الراس للراس. هذه هي الكلمه اللي غادي نبغي نقول للمتتبعين كاع اللي غيتبعونا في هذا الفيديو هذا. حنان مرات على الحصول ديالك على الدرع الفضي سنة ونصف، وكنتمناو ان شاء الله الحصول ديالك على الدرع الذهبي ان شاء الله، وبالتوفيق ان شاء الله في حياتكم ان شاء الله. وتنا سنعطيكم وعد نهار ان شاء الله الا وفقني الله وحياني وحياكم، غتكونوا انتم اول وحدين غادي تشاركوا معايا الفرحه ديالي بالوصول ديالي للدرع الذهبي ان شاء الله باذن الله. شكرا لاخت حنان، وبالتوفيق ومزيد من النجاح ان شاء الله. بالنسبه لي انا تنهدي هذا الدرع هذا لكاع المتتبعات ديالي والزنات عين حروده، واخا ما تيبغيوش يعرفونا بانهم تيتفرجوا فينا، تنهديهم هذا الدرع هذا. بالنسبه لي انا ماشي بالسهل عليا نوصل للدرع، كوني بنت منطقه شبه مهمشه، مفتخره براسي انني وصلت للدرع، وانني قدرت اول وحده في زناتة عين حرودة جبت الدرع الفضي. عام ونص دابا باش خديته، دابا راه قريبا ان شاء الله باذن الله عقبال الدرع الذهبي ان شاء الله، مزيد من التالق. وبدورنا هنا كنختموا الحلقه، وكنقولوا الى اي صراحه كانت حلقه مشوقه وما سخيناش بك، وكنتمناو نتلاقاو في مناسبه اخرى. شكرا للناس اللي متبعين القناه، تنبغي نقول لهم شكرا، وكنبغي نقول للناس كاع اللي تيتفرجوا شجعوا قناه زناتة نيوز، شجعوها راه كيبقى على بالخصوص ملي تعرفوا واحد الانسان من المنطقه ديالكم او تيمثل منطقه زناتة عين حروده، انا ما عليا غير تشجيع، بحال ملي كنكونوا في الغربه وتنتلاقاو مع شي حد من بلادنا وتنحضنوه، بحال هكا نشوفوا شي واحد من بلادنا مدير مشروع او من دربنا او من مدينتنا، ما علينا غير نشجعوا، ما غادي نخسروا عليه والو، نعرفوا جالس في قهوه نعرف بقناته، وجالسه مع مجموعه نعرف بقناته، ومن بعد الله مني تيوصل داك الانسان او تيطلع تيرجع، من بعد الله تيرجع الفضل لكاع الناس. انت مني تتشوفه وصل تتكون فرحان، تتقول انا من ضمن الناس اللي بارطاجوا القنوات ديالو، او انا من ضمن الناس اللي وصلوا. ونتمنوا التوفيق للجميع، ونتمنوا الناس تكون ايد في ايد بحال ما هكا، نكونوا خوت وايد في ايد، راه تيجمعنا وطن واحد ورايه واحده. يا غنقول لكم الى اللقاء، ونضرب لكم موعد في مناسبه اخرى مع ضيف جديد، والى اللقاء. ما تنسوش تابوناو في اليوتيوب وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جديد زناتة نيوز.